طيب إذا كان ده اللي قاله بيتسو موسيماني، فإيه اللي قاله الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة؟ نشوفه. طبعا النادي الاهلي دايما يعني طبعا للاحسن، احنا شاركنا قبل كده خدنا 2 برونزيه، البطوله دي كنا طبعا في حاجه احسن، مركز متقدم، بس الحمد لله يعني ما قدرناش، لكن البطولات الجايه ان شاء الله نحاول ناخد حاجه احسن من كده ان شاء الله. الترشيحات اللي كانت ترجح كفة الهلال قبل خوض المباراة هذه كان لها أثر عليكم أنتم؟ كانت محفز إضافي للمحفزات التقليدية اللي موجودة في الأهلي؟ أكيد طبعا، يعني بس ما أعرفش الترشيحات كانت بناء على إيه، لكن الأهلي فريق كبير يعني بيخش ضد أي منافس ما عندوش غير هدف واحد هو الفوز يعني. الترشيحات كانت اكثر رايحه لمعطى الظروف الصعبه اللي كان يعيشها الاهلي في المشاركه في هذه البطوله. لا ما الاهلي مهما كان في ظروف صعبه ما بيتاثرش بالحاجات دي، الاهلي زي ما بيقولوا بمن حضر يعني. والله هو دي شخصيه لاعب النادي الاهلي بيترجمها كابتن من الكباتن التاريخيين للنادي الاهلي. كلام بناء على ايه؟ واحنا لما بنلعب عشان كذا وكذا وكذا وكذا. فلما ترجع يا استاذ ابراهيم تشوف انت كسبت بطل امريكا كوبا امريكا كوبا امريكا، وكان في بلانكو مش عارف كان في لعيبه عالميين لا وخدت المركز الثالث. خسرت سنتها 2006 من انترناسيونال البرازيلي اللي هو لعب الفاينل، الماتش ده كان يوصلك فاينل. وكل النقاد وحتى ريكارد مدرب برشلونه ومدرب نفسه انترناسيونال قال احنا كنا محظوظين امام الاهلي وكان الاهلي هو الاقدر انه يوصل للفاينل. بطوله رائعه جدا 2000، ودي اللي الهمتني بعض الثقه في البطوله دي، لانه كنا نعاني من نقص حد في الصفوف 2006. كسبنا بطل اليابان في البطوله اللي خدنا فيها المركز الرابع اللي هو بطل اسيا. كسبنا مونتيري المكسيكي. كسبنا بالميراس البطل سنتين ورا بعض في امريكا الجنوبيه. خسرنا باحترام شديد امام البايرن. يعني هي البطوله اللي فاتت لو ترتيبها زي البطوله دي بتلعب بطل امريكا اللاتينيه الاول كان ممكن نلعب الفاينل. لكن ده بيقول ايه؟ بيقول ان النادي الاهلي مش بيروح يتفسح، مش يعني في انديه بتشارك زي اوكلاند بطل تقليدي لم يحقق شيء في المركز السادس او الخامس، السادس او الخامس. فانما انت ما بتروحش كده، انت بتروح وانت الان سوف تصنف وسينظر اليك انك ما تستهتروش بالنادي ده. ودي في حد ذاتها من احد المكاسب المهمه، لانها انت سمعت انفنتينو وقبل كده فاكر بلاتر لما قال لك ماي فيفورت كلوب سمعتها منه. النهارده انفنتينو بيقول ايه؟ أنا الأهلي وبتابعه وبحترمه و و و وننتظر منه مزيد من الإنجازات. إنك تحط نفسك في دائرة التوقعات الممتازة، هذا هو الاحترام بعينه، وهذه هي الجدارة اللي استطاع أن ينتزعها النادي الأهلي ولم تهدى إليه.